ما عليه يا ناصر، ما عليه، محشومة. يمكن الحرمة ما كانت تقصد. إلا تقصد نص. وانت بعد يما الله يهديك قالت لك ما تبي تسوي لها شيء، وانت اللي أصريتي. يعني هذا جزاي؟ ودي أبيض وجهها قدام رفيقاتها بدل الخرابيط اللي سويتها الخدامة. معلش يا خالتي، حقك على عيني وراسي، امسحيها بوجهي هالمرة. لا، حقي مو عند أحد، حقي عند مبندر ولازم أخذه. ابشري يا خالتي، امي لازم تجي لك وتعتذر بنفسها. خلاص ما اقول شيء عاد يا ام ناصر، خلاص عاد اهدي الحين وصلي على النبي وروقي. ها، عن اذنكم انا بروح اتفاهم مع الوالده. اقول ساره، هو صدق انا البس خلاقين؟ خلاقين؟ من اللي قال لك هالحكي؟ مين غيرها؟ ام بندر. يا ام ناصر، يا ام ناصر، انت ما عرف منها ايش فيها، ترى هي غيرت منش علشان انت محافظتن على لبس امش وجدتش. اصيله ما غيرتي جلدش مثلهم. عاد صدق يا ابو ناصر؟ طبعا انت يا ام ناصر على سن ورمح. يمه، كل واحد وله طريقته في اللبس. انا مثلا طريقتي تختلف عن طريقه نوره بنت عمي. بس بصراحة ما أدري مبندر وين تجيب ملابسها ووين تخيطهم، بس مصيري أعرف. وحيفضل طول عمره يدفع ثمن غلطته. شهرة، ما تتحدنيش يا شهرة. عاجبك واجد؟ إيه. مش قادرة أفهم، أنت موافقة على الوضع الغريب ده كده إزاي؟ والله السلام عليكم. سلام. هلا. عليكم السلام. يما ما لك حق في اللي سويتي في خالتي مناصر. سويتي في المرأة بعد؟ تصور يبا، أمي أحرجت خالتي مناصر وقدمتها لصاحباتها على أنها شغالة في البيت. شغالة؟ انهبلتي أنت يا بندر. وش أسوي طيب؟ هي اللي اضطرتني لكذا. تصور يا أبو بندر، داخلة عليه قدام صاحباتي بخلاقينها وبيدها وشو؟ صحن حنيني. حنيني ولا سليقي؟ تقولين على المرأة شغالة؟ بس ما كان قصدي، وش أسوي؟ خالد!
فيني شيء، بغيت خالد عندكم معنا؟ وش فيه؟ وش تبي؟ ولا شيء، بس حبيت ابشرك ان سيارتك خلصت، جيب فلوسي عشان اسلمك اياها بس. يا اخي حرام عليك، حرام عليك يا اخي، روعتني وخوفتني. انت اللي صراخ هذا كله بس عشان تقول السياره خلصت؟ سمعت اللي حصل يا بابا؟ سمعت يا ولدي؟ سيارتي خلصت. هي خلصت. وش رايك انت؟ حق ادفع له فلوس. ادفع له فلوس. يا ماري اعطيني عصير ليمون. بس خلاص تراكم ازعجتوني. يما انت لازم تروحين تعتذرين حق خالتي مناصر. انا؟ اي انت لازم تعتذرين لها وتحبين راسها بعد. انت صحي انت؟ اي هذه نتيجة غلطتك انت. انا ما غلطت غلط يسوى، هذه زلة لسانه بس. اذا الموضوع ضدك زلت السنة، لكن إذا صار عليك كان قلبت الدنيا. أجل تقولي طال عمرك أدفع الفلوس. إيه أدفع الفلوس وأنت مرتاح. بعد أنا مرتاح. إيه حق أخوك بندر. إيه خير إن شاء الله. في سؤال الله يطول عمرك، يعني ما أدري ليش دائما أنت ضد الوالدة؟ مع انها هي اللي ربتنا، هي اللي سهرت علينا، هي اللي تعبت علينا، وهذه امنا الغاليه ما نرضى عليها. وبعدين وش سوت خالتي ام ناصر عشان تعتذر منها؟ ما في اي مبرر للاعتذار. عموما طال عمرك اي خدمه احنا تحت امرك. فرصه سعيده. خدمه؟ شلون هنت عليك يا ام بندر؟ مو انت الله يهديك عاندتيني. وش اسوي؟ يوم اني شفت الاكل اللي حضرته الشغاله ما هنت علي انك تفشلين قدام ضيوفك. بس انا قلت لك ما ابي حنيني وانت اللي اصريتي. ولا ما كان المفروض تقولين عني شغاله؟ زله لسان يا مناصر، زله لسان. تبيني اسامحك؟ تعتذرين لي قدام الحريم اللي فشلتيني قدامهم؟
وتقولي لهم الصدق. وشو؟ انت تجننتي؟ حقي ولا لا يا بنات؟ لا ما صختيها، ما تنعطين وجه. هذا شرطي الوحيد وما عندي غير هالكلام. خلاص ماشي يا مناصر، انا الاسبوع الجاي معزومه عند واحده منهم وبيكونون كلهم موجودين. تعالي معي واعتذر لك قدامهم. خلاص ارتحتي؟ بروح معها عند ربعها. رضيتي الان يا خالتي؟ طبعا ما دام اني بروح معها ربعها. بس وش البس؟ بس تدري يا ابو ناصر ما في حد قد شكمها وكسر شوكتها قد ابو ناصر. قايل لك يا ابو بندر بس انت ما طعتني الله يهداك. أم ناصر وعرفها زينة، عرفها باخصها. إذا حطت أحد براجها فالله يعينه. بس كانها تشربنا عسل، خلها تبرد كبد شوية. إيه أنا صادق صادق ما أقول شيء، فلكن المثل يقول أي شيء زاد عن حده فيوم تكن ينقلب إلى ضده. وش قصدك؟ قصدي يعني إنك ما رديت علي في موضوع البيت. يا رجالة يعني ودنا نخلص هالموضوع ذا، لا تقوم علينا الحرب من جد. صدقني يا ابو ناصر انا موصي اكثر من واحد. تكفى يا ابو بندر تكفى، الله لا يشفعك. تخبر بكره اول يوم في الجامعه، وانا ودي ان احنا ننتقل يعني قبل ما يدخلون العوائل في حوشه الدراسه والمذاكره. ابو ناصر هدوء يصير خير. صباحكم الله بالخير يا جماعة. يا هلا يا هلا هلا، حيا الله بندر، صباح النور. غريبة أول مرة تجلس معنا يا بندورة، وإيش صاير؟ شو الموضوع؟ ما فيها شيء، ودي أتقهوى معاكم. عندكم مانع؟ بالعكس، هذه الساعة المباركة. طيب صب لي يا عمي فنجان. أبو ناصر أبو ها بندر صب لنفسك، شو الحكي هذا؟ معلش يبا ترى الدعوة سبور، لا تعقدها يا أبو بندر. وبعدين أنا لي هدف. وش هدفك؟ صب لي يا عمي وبعدين أقول لك. مشروبه يا عمي. اخو شيخه شرح كذا يا بندر كذا نجحت نص الخطه. انهبت انت؟ حصل في مخك شيء؟ لا بس المفروض تسالوني عن طلبي ما دام ما شربت قهوتكم. قمرح ورشتك لا ادوس الحين. صل على النبي يا رجال، صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هدوا هدوا هدوا، ريلاكس ريلاكس. شو هاجف الرجال وش بي؟ أبي فلوسي. أي فلوس؟ يرضيك يا عمي أخوك وولده يأكلون حقي. ها هل أخذت فلوسك؟ متى؟ أجل ليه ما تبي تدفع تكاليف تصليح السيارة؟ استح على وجهك أنت، صلحت السيارة وغثيتنا. وبندر اترك الحكمة لأهل الحكمة. كم فلوسك؟ 5000. كم؟ إيه السيارة كانت معدومة، وبعدين أنا مصلح لكم خصم خاص على اعتبار أنكم قرايب من الدرجة الأولى. راح زين لحرق يا رجال. اهدى 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 يا أبو بندر. ريلاكسيون ريلاكسيون. إيه هذي من سامع شو يقولوا لي أبو ناصر؟ ريلاكسيون. وهو اللي يطلب حقه في هالزمن يصير غلطان؟ من أبوه يطلب حقه من أبوه؟ إيه نعم، وعلى رأي المثل الأقربون أولى بالمعروف. أقولكم لا توطف نظركم. يا أبو بندر المثل اللي يقول ذا عليه ما هم معه ثور.
ولكن اسمع اهدا يا ابو ناصر. ما رفجي. هدوء ريلاكس يوم. هدوء حكمة. شوف الهدوء من غير مويه. معلش السن لها احكام. ولو الحق حق وماني متنازل عن حقي. لو تحبون كبد السماء ولا سيارتكم ما انتم شايفينها. ايش بلا عفر علينا هذا؟ اكبر الدنيا. ولو ولدك هالمتين ذا ما هم زركش. لا ولا يعرف اصول الزركشه ابدا 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 ابدا. وين راح؟ البارح كان هنا. ما ادري يمكن الشغاله شالته. الله يستر لتكون امي صدرته. هي اصلا متوعده لو ما شلنا من الصاله بترميه في الزباله. Thanks, Mary. Welcome. Mary, where's the PlayStation? With Mr. Carl. خلينا نلعب في غرفة خالد. لا خلاص بلاش هاللعبة. ليه؟ يمكن يبيها في حجرته. بلاش يا نورة. أنا مصرة آخذه. طيب خلاص ناخذها من حجرته ونحطها في حجرتنا أو في الصالة. روحي انت وانا استناك. تعالي معي وبلد يا اخا. واذا خايفه من خالد، خالد طلع برا البيت، انا شايفته بعيني. يلا. وترجع بعد نص ساعة مثل ما انتي شايفة. ولو ما يصير نخليها بهالشكل. نورة بلا لقافة، لا تفتشين في أشياء الخاصة. خليني يا سارة استمتع في هوايتي الوحيدة والمهمة. واصلي انتي تنظيف الغرفة على بال ما ألقى سلاح استخدمه ضد خالد.
مكلمينها عند الباب ذا. شو اسمه؟ سواقهم. وش اسمه؟ سرجل سمرجل سفر وسفرجل. وش اسمه؟ سفرجل؟ اسمه سومارجو. سومارجو. اي سومارجو. ايش كنتي تبين منه؟ ايش كنتي؟ راسي يوجعني، قلت له جيب لي دواء. جيب لك دواء؟ انت ما تجوزي من الطبايع، ما تجوزي منها. وش فيها طبايع؟ مي عاجبتك؟ ها؟ الا قل، مي عاجبتك؟ لا 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 لا، روكي روكي. لا لا لا، عجبتني ونص. انا يكفي اللي تسوينه مع ام بندر، انا ما نبقى قديش انا. تريدي لهوالك وعلامتي بقى، وقبل ان تريدي حصلت. ام بندر ماخذه حقها وزود. ألف مرة الشغالات لا يدخلون غرفتي ولا يلمسون أي شيء فيها. أنا وسارة اللي دخلنا الغرفة، كنا ندور على البلاي ستيشن، ولما سارة شافت الغرفة بحالتها المهينة ما هان عليها تخليها في هالحالة، ورتبتها زي ما أنت شايف. سارة؟ إي سارة. أي أوامر ثانية؟ اي ولا خلاص. سوري يا مها، انا قلت لك انا ولا ما قلت لك؟ اي طبعا. نورا فيها. أنا جاهزة.